السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنتكلم عن والدي رحمة الله عليه وشخصيته وحبه للعلم. أما حبه للعلم فبدأ وهو صغير من أيام جدي، ما كان جدي الكبير الشيخ سيد البنا، فكان بيحاول يزرع هذه الشخصية داخل شخصية والدي. ومجرد ما والدي نجح المعهد الثانوي في طنطا نزل لمصر، كان جدي دايما يشتري له أمهات الكتب. أمهات الكتب دي الكتب القديمة، احنا كنا بنسميها زمان الكتب الصفراء اللي كلها حواشي، ودي كان ليها فايدة كبيرة جدا، وكان ليها شيء يعني صعب حصل له، ان هو اغلب الطلب اللي كانوا بيخشوا في الازهر في الوقت ده كانوا طلبوا من الارياف، اغلب من الارياف، قليل جدا من القاهرة او من المدن الكبيرة، وفي نفس الوقت كانوا من عائلات بسيطة يعني في الدخل بتاعها. فكان لما والدي بقى بعد ما اتخرج وخلد العالمية وخلد التخصص بيقعد في وسط الجلسات الكبيرة دي بتاعت المشايخ، كان بيكلم مما قرأ من كتب كبيرة، يعني بيكلم من موسوعات، فده زود الحقد بتاع بعض زملائه. وده بيفكرني بقصة الأيام اللي كتبها طه حسين، وازاي كان البعض الطلبة في الأزهر بيحقدوا على بعضهم. فالحقد ده ولد شيء، يعني ان والدي بيتعالي على رؤسائه، والدي بيتعالي على العلماء الى اخره الى اخره، ده كان من اقرنائه. فلما يتعين والدي في الأزهر الشريف كمدرس او كمسؤول داخل الجامع الأزهر نفسه الا بعد 15 او 18 سنة من حصوله على درجة الدكتوراه او اللي هو التخصص، وفضل إمام في مسجد أيسون هذه المدة بدرجة الدكتوراه. الوالد كان من النوع اللي هو صريح، يعني إذا كان في شيء بيقول لك في وشك على طول، لكن كان طيب جدا جدا، كان منشغل بالعلم، وكان عندنا في البيت مكتبة كبيرة من الأرض للسقف من المكاتب اللي هي حطيناها عندنا في البيت لما انتقلنا في مدينة الأواف جنب المهندسين، يعني فيها عشرات الكتب اللي هي أمهات الكتب نفسها، لأن أمهات الكتب اللي أصبحت كتب في إيه؟ يعني تعتبر كتب يعني تاريخية أو كتب أثرية من كتابتها وحواشيها إلى آخره إلى آخره. كان دائماً يغلق الباب عليه ويقعد يقرأ. من الحوادث اللي حصلت عندنا في الوقت ده، جينا ننقل من بيتنا، من الشقة بتاعتنا في الحلمية للبيت في الفيلا الجديدة في سنة 63، كان في خلاف كده بسيط بيننا وبين صاحبة البيت وجيدة هانم، وكان في الوقت ده بدأت الثورة لما جت، يعني أو رجال الثورة جم ما استثمروش فلوس كثيرة في البناء المساكن. يعني ما قبل الثورة كان أصحاب البيوت وأصحاب العمارات بيكتبوا شقة للإيجار، كان بيدللوا على السكن. ما بعد الثورة يعني بدأت الناس تكتر في العدد، وفي نفس الوقت يقل عدد الوحدات السكنية. كان في وقت ده بدأ حاجة اسمها الخل والرجل، يعني عشان تخرج من الشقة بتاعتك بتاخد مبلغ من صاحب البيت. لكن الوالد برغم كان في خلاف بيننا وبين وجيدة هانم، يعني أنا مش فاكر هو الخلاف يعني، إلا أن هو قبل الـ أو بعد الـ يعني هو احنا بننقل العفش للفيلا الجديده بتاعتنا، طلع هو ده المفتاح وشكرها على حسن جيرتها ومشينا وتركنا الحلميه. الوقت ده احنا كنا بنشوف، كان في لما نتكلم على ثقافه الحوار في مصر ما بين علماء الازهر الصغيرين والكبار، كان موجود، كان ممكن تقعدوا مع شيخ الازهر مع كبار كبار العلماء الى اخره الى اخره، وده اللي كان بيثري اللقاءات ما بين الكبير والصغير والعالم والبسيط في العلم والطلبه الى اخره. يعني كان مجتمع منفتح اكثر على العلم مما نرى هذا اليوم. انا بس اردت ان اذكر قصه ثانيه للوالد، يعني كان لما يختلف مع الوالده كانت قارئه كثير كبيره جدا رحمة الله عليها، قرأ كتب التاريخ وقرأت في الفقه والسيرة إلى آخره. كنا لما نقعد نشوف المناظرة ما بين الوالد والوالدة أمامنا، فكان الوالد طبعا لما الوالدة تخطئه كان يقعد يضحك ويقول لها يا مؤمنة يا مؤمنة يا مؤمنة
يعني من يقعد يضحك ويبتسم وما يجرحهاش قدام على الملأ قدام الناس. يعني من الأشياء الكبيرة أنه في يوم من الأيام أنا عملت حاجة غلط كده وإحنا في الشارع كده، فحب يضربني، فما مجرد ما رفع إيده ونزلها عليا ما بدل ما تكون ضربة أما بقيت لي كده طبطبة يعني. فلما أنت تنبت في مناخ أسري كهذا ما بين والدة قارئة ووالد مثقفة ووالد عالم وبيت منفتح مفتوح للقرايب والأقارب والجيران وكذا وكذا، بتأثر كتير جدا في شخصيتك تأثير إيجابي، خاصة في أيام الحلمية اللي كان كل الناس بتتجمع عندنا خاصة من قرايب والدتي أو قرايب والدي. أشكركم على حسن مشاهدتكم للفيلم، وأتمنى أنكم تفعلوا الجرس وفي نفس الوقت تشيروا أو تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله.